بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لما توقفنا عنده قبل قليل، قلنا عن الكيس كنترول، وصفناها انه هي طبعا نظر الى معلومات المرضى في السابق. طبعا لها فوائد ولها مضار، فمن فوائدها انها كالعادة الكل يعرف انها سريعة الاداء، رخيصة، انك فقط تفتح ملفات وتاخذ منها معلومات، هذا لحاله يكفي، او تلاحظ الناس من بعد، هذا لحاله يكفي، من ما انك تجيب شخص وتعطيه ادوية وتسوي له فحوصات معملية وتدفع عليها فلوس، وهذا الشخص تعب مرض محتاج انك تعالجه والى اخره. عادة نحتاج في عدد قليل من المرضى، ما هو غير يختلف عن دراسات المقطعية سنراها بعد قليل. most efficient design more useful، دائما هذه useful في دراسة الأمراض النادرة، نمسك أي مرض نادر ونتابع حالة الشخص اللي كان مصاب فيه، نشوف إيش اللي كان يسويه طبعا. ونقدر في واقعة واحدة نقيم أكثر من risk factor. يعني أنت الآن لما أخذت البيشنتس اللي هم ياخذوا يوتراين، اللي عندهم سوري يوتراين كانسر، ورجعت للوراء شفت انهم كانوا ياخذوا كونتراسبتيف، احتمال غير الكونتراسبتيف، كانوا مثلا يتعرضوا لنبتة معينة، الأشياء، ما لقيت أكثر من ريسك فاكتور ذات يو كان أسس أند إيفالويت. الديس أدفانتج إنها تعتمد على الملفات عشان نحدد لماذا تعرض لأي شيء تعرضها الأشخاص. قد يكون هذا الشخص تعرض بشيء ثاني بس إنه ما ذكره للطبيب فلم يكتب في الملف. قد يكون ذكر للطبيب لكن الطبيب ما يهمه هذا التعرض فلم يسجله. فهذه يكون فيها يعني نقص لمعلومات قد تكون غير مقصودة. selection of control group is difficult. احنا مثل ما قلنا المجموعة الأولى كان عندهم يوتراين كانسر فمسكناهم وقعدنا نتابع ملفاتهم في السابق. المجموعة الثانية ما كان عندهم يوتراين كانسر. طبعا الحالة حقتنا كانت سهلة لأن مسكنا موظفين موجودين في المستشفى، فقدرنا نجيب ناس مصابين بكذا باليوتراين كانسر وناس غير مصابين. لكن المشكلة لو كان ما هم موظفين، فانت اصلا مين اللي حيجيك على المستشفى الا المصاب بالمرض؟ اللي ما هو مصاب بالمرض صعب انك تحصره، فعشان كذا هذه تكون شويه صعبه. difficult to determine which variable should be used for matching case control. طبعا هذه ما نعرف هل احنا الفاريبلز اللي نستخدمهم، هل هو عمر هذه النساء، هل هو جنسهم انهم نساء، والى اخره. potential bias، قد يكون هناك تحيز في الاختيارية، تجي تختار مثلا النساء اللي كبيرات في السن عشان يكون عرضة أصلا هم للسرطانات، فتيجي تقول لهم من الحبوب، أو تختار النساء اللي عندهم تاريخ عائلي، أو يعني المهم طريقة تحيز في الاختيار قد تؤدي إلى التأثير على الداتا اللي تطلع. طبعا ومن الصعب كمان انه انت تتأكد انه جميع المجموعتين اللي هما الكنترول والاكسبوجر كان لهم جميع عوامل التعرض. احتمال هذه تعرضها كان اكثر من هذا، احتمال هذه اصلا ما عندها اي يعني ما عندها نفس البيئة اللي كانت عند البيئة عند الانسان في البيئة الثانية. طب نجي نتكلم عن الكوهورت ستاديز. كوهورت ستاديز هي عبارة عن observation studies similar للكيس كنترول، لكنها ايش تفرق؟ احنا تتذكروا قلنا في الكوهورت في الكيس كنترول مسكنا الديزيز اللي طلع عند هذول طلع عند تراين كانسر ومشينا لورا عشان نشوف هذا الديزيز ايش سببه. لا، في الكوهورت ستدي حنيجي للعكس. عادة الكوهورت ستدي يسموها دراسات تأكيدية للكيس كنترول. لو احد قال لك ايش دراسات التأكيدية للكيس كنترول، هي عادة الكوهورت ستديز. كوهورت معناها مجموعة وعصبة من الناس يعني. فالكوهورت ايش هي؟ تيجي تمسك الناس اللي قاعدين يدخنوا مثلا، او تيجي تمسك الستات اللي ياخذوا كونتراسبتيف. مسكنا ايش الريسك فاكتور ونمشي لقدام نشوف هذا الريسك فاكتور ايش حيسوي لهم. نمسك الستات اللي هم قاعدين ياخذوا كونتراسبتيف ونمسك ستات ثانيين ما قاعدين ياخذوا كونتراسبتيف ونمشي لقدام عشان نشوف هذا الكونتراسبتيف ايش صفه. قاعدين نتابعهم وين بالمستقبل، بس نتابعهم ايش عن طريق ملفاتهم، ما نتدخل فيهم، ما اعطيناهم احنا اي دواء، ما اعطيناهم اي شيء، عشان كذا ستيل اسمها اوبزرفيشنال. بس كل يوم نفتح ملف نشوف ايش كتب الدكتور اللي يتابع هذه المريضه، وناخذ الداتا من هذول المرضى عن بعد ونسجلها، فهذه يسموها الكوهورت ستاديز. وبرضه نفس الشيء هذا الكوهورت عشان تعطيك اثبات او تاكيد لتصاحبيه التعرض لعامل او فاكتور معين وانه يؤدي الى حدوث مرض معين. كثير هذه كانوا يستخدموها في تقييم اذا كان التعرض للتدخين كريسك فاكتور، فيجيبوا ناس يدخنوا ناس ما يدخنوا يتابعوهم لايك 10 سنين ويشوف هل فعلا حسب بلانك كانسر او لا. مثل ما ذكرنا في هذا الكيس الانفستيجيتور او الباحث يقارن بيشنتس كانوا ياخذوا كونتراسبتيف مع بيشنتس ثانيين ما ياخذوا كونتراسبتيف ويشوف النتائج.
زي مثل ما قلنا هي تستخدم بعد الكيس كنترول عشان نوع من التأكيد. و after a drug has been associated with an event by the case control method, it can be specially studied in cohort. مثل ما قلنا شفنا الدواء اللي عند شفنا المرضى اللي عندهم كونتراسبتيف ان سوري عند المرضى اللي شفنا المرضى اللي ياخذون اللي مصابين بيوتراين كانسر وبعدين لما تابعناهم للوراء لقينا انهم ياخذوا كونتراسبتيف، جينا العكس مسكنا الحريم اللي ياخذوا كونتراسبتيف وتابعناهم لقدام وشفنا هل انتهوا بيوتراين كانسر او لا. في كوهورت ستاديز بيسموها، طبعا كوهورت ستادي كلها بروسبكتيف لانها تابع المريض للمستقبل. في كوهورت ستاديز هي ريتروسبكتيف. طبعا هي الكوهورت ايش المقصود؟ لما تيجي تقول انا سويت كوهورت ستادي معناته الملفات حقات المرضى اللي انت بتتابعهم لازم المرضى يكونوا موجودين حيين، يعني انت موجود عندك في بيئه معينه في مستشفى معين كذا. لكن الكيس كنترول ممكن تمسك ملفات حق مرضى خلاص راحوا تلاشوا وترجع فيها للوراء، لكن الكوهورت لازم الناس يكونوا موجودين. برضو الريتروسبكتيف كوهورت ستادي كيف يعني؟ انا عندي مثلا دراسه بديتها على مرضى ابغى اشوف هل الدواء هذا يسبب لهم سرطان، طبعا دراسه يبغى لها اراجعها لمده 10 سنين مثلا. فاجي مثلا اخذ جزء يسموه ريتروسبكتيف، هذول المرضى اخذ لهم الجزء التاريخي من حياتهم، ايش كانوا ياكلوا، ايش كانوا يشربوا، ايش تعرضوا، لانهم لسه موجودين مع المرضى، واخذت انا الداتا حقتهم هيستوريكالي من الباست، ممكن يسموها كوهورت ريتروسبكتيف ستاديز. هذه نادرا ما نستخدمها الا اذا كان عندنا ستادي قاعدين ماشيينها بروسبكتيف ونبغى الجزء هذا كناحيه ريتروسبكتيف، او اذا كان عندنا شيء نبغى نعرف هيستوري معين عن البوبيوليشن هم كرنتلي افيلبل معانا. الريتروسبكتيف كوهورت ستادي ذا انفستيجيتور بيسكلي كوليكت داتا فروم ذا باست ريكورد مثل ما قلنا. البيربوس ديتيرمن الاسوسيشن بتوين فاريوس فاكتور اند ديزيز ستاتس، نفس البيربوس. الديزاين حق الكوهورت ستادي مثل ما قلنا اوبزرفيشن وجروب اوف سبجكت اكسبوز لريسك فاكتور وجروب نوت اكسبوز، ونتابعهم على مدى الزمن ونشوف اللي اكسبوز مثلا للكونتراسبتيف لقينا عندهم قابليه اكثر يصير عندهم يوتراين كانسر من اللي نوت اكسبوز. وطبعا هي مهمة انها تعطيك يعني تقريبا تطور امراض معينة في فترات قصيرة جدا. مثلا يعني احنا نتابع قاعدين هذول المرضى اللي هم اوريدي قاعدين ياخذوا ادوية معينة من ادوية الكانسر، من ادوية قد تسبب الكانسر، ونتابعهم في فترة سنتين ثلاثة أربعة عشان نعرف إيش التغييرات اللي ممكن تحصل. ممكن يكون فترات أطول لكن ممكن تكون أقل. هذه نفس الصورة بس بالنسبة للكوهورت ستادي. هنلاقي الجروب اوف انترست هي سموكرز، لو عندكم مكتوب الخطأ ان سموكر خطأ، هي لازم جروب اوف انترست تكون سموكرز، والكمبارزن جروب هم اللي يكون نون سموكرز. تابعناهم في المستقبل على فترة طويلة لقينا سموكرز ثلاثة منهم صار عندهم لنج كانسر، بينما النان سموكر طلع واحد فيهم لنج كانسر. فنيجي نقول والله في هناك احتمالية تصاحب او تزامن حد تناول الكونتراسبتيف سوري تناول السموك السيجرت مع حدوث اللنج كانسر. او اذا كنا نبغى نتكلم على الكونتراسبتيف في احتمالية كبيرة انه الناس اللي قاعدة تاخذ كونتراسبتيف كثير يصير معهم يوتراين كانسر حسب الديزاين حق الدراسة حقك. طبعا الادفانتج في الكوهورت ستادي انها ايثيكالي سيف، تعتبر يعني من ناحية اخلاقية امنة، لانه انت ما حتجيب ناس وقعد والله معلش يا ناس انا والله ابغى افحص الدواء هذا يسبب لكم سرطان ولا لا، يلا تعالوا اعطيكم الدواء عشان اشوف بيطلع فيكم سرطان ولا لا، هذا اخلاقيا ما يصير طبعا، ولا في لجنة ابحاث هتقبله. لكن هذه ليش تعتبر ايثيكالي سيف؟ لانه هذول المرضى قاعدين يتعالجوا ياخذوا الدواء فور بيربس وقع انت مالك دخل، ولكن انت قاعد تجمع المعلومات فما في عليك اي اشكالية من ناحية والله ان جبت مرضى اعطيتهم ادوية قد تكون ضارة لهم. subject can be matched، نقدر نلاقي subject كثيرة ونسوي لهم matching. can establish timing and directionally of events، تقدر انت تحدد الوقت واتجاه الاحداث المستقبلية. eligibility criteria outcome assessment can be standardized، اجي اقول انا والله ما ابغى الا بس في ميل يدخلوا معي في الدراسة، ما ابغى الا اللي اعمارهم من كذا لكذا، ابغى بس البيشنت اللي يطلع معهم نتائج مثلا لنج كانسر او يوتراين كانسر، هذه كلها تقدر تحددها. هاي طبعا تعتبر هي ارخص واسهل من
الراندومايز كنترول ترايل او قلنا عنها الاكسبيرمنتال ترايل. ذا سترونجست هي تعتبر اقوى نوع دراسات في الاوبزرفيشنال ستاديز. مدارها ان الكنترول may be complicated to identify، مثل ما قلنا صعب احنا يعني نلاقي الكنترول، والتعبئة في هذه النوع من الدراسات difficult، لانه انت اصلا بتدور على ناس ياخذون هذا الريسك فاكتور وناس ما ياخذون، فالتعبئة حتكون شوي صعبة. ما في randomization ولا يمكن اجراءها في حالات الامراض النادرة. قلنا حالات الامراض النادرة هي الكيس كنترول، طبعا لانه مهم جدا يكون عندنا large sample size and long follow up. وطبعا والديسادفانتج يعني احنا اللي نخاف منه اللي هو التحيز في عملية الانتقاء او المعلومات او التصنيف. نيجي نتكلم عن الفولو اب ستاديز. الفولو اب ستاديز ايش تفرق عن الكوهورت ستاديز؟ الفولو اب ستاديز ما في لها كنترول، يعني نفس الديزاين بس انه ما في كنترول، هذا الفرق الوحيد، وهذه اسرع لانه احنا قلنا من الصعوبات كانت انه ايجاد الكنترول. ف these studies usually do not compare effects against control group مثل ما قلنا، وهي تستخدم لمعرفة الانسيدنس اللي هو نسبة بداية حدوث مرض في مجتمع معين، فتفيدنا جدا. فنيجي مثلا فور اكزامبل ناخذ لارج جروب اوف بيشنت اللي قاعدين ياخذوا نون سترويدال انتي انفلاماتوري ميديكيشن عشان نشوف نسبة التنويم للمرضى اللي ياخذوا هذه الأدوية، وممكن تقيم لمدة فترة معينة حوالي 10 سنين، لكن ما نحتاج كنترول جروبس. الآن نتكلم على كروس سكشنال ستدي. كروس سكشنال ستدي هاي يسموها الدراسات المقطعية، كأنك تاخذ مقطع عرضي أو سناب شوت في مجتمع معين وتسوي عليه الدراسة. دائما هذه ناخذها في وقت معين أو معلومات في وقت قصير عشان نعرف مدى انتشار مرض معين، ظاهرة معينة في هذا المجتمع. يعني مثلا ما أجي أنا آخذ مقطع عرضي في أو مجموعة من بيشنتس من في الشهر ماي في مثلا منطقة الرياض، وأقوم أوزع لهم استبيان وأشوف إيش أكثر مرض أذاكم أو أكثر مرض تعالجتوا منه أو أكثر مرض زرتوا في المستشفى، وطلع مثلا مرض تساقط الشعر ولا وات ايفر، فنقول والله في الفترة هذه كان أكثر مرض منتشر اللي هو مرض تساقط الشعر. تقيس البريفالنس اللي هو مدى انتشار ديزيز معين في بوبوليشن معينين، عشان يعني مثلا انا والله بشوف البريفالنس والله منتشره عندي الانفلونزا الطيور مثلا، فلازم راح اجيب واستعد فاكسينات للانفلونزا الطيور او هكذا. الديزاين مثل ما قلنا اوبزرفيشنال، كولكت داتا فروم بيبل اور داتابيز، يعني نجمع المعلومات فروم بيبل، يعني نوزع لهم استبيان ناخذ من المعلومات، او من الداتابيز ندخل على الداتابيز ونجمع المعلومات منها. وهي زي ما قلنا تعتبر كسناب شوت او تقيس معلومات معينه في سنجل بوينت او وقت معين يعني من الزمن. الادفانتج حق كروس سكشنال تشيب وسمبل كويك اند ايزي، ايثيكالي سيف مثل ما قلنا ما حنجيب ناس ونأذيهم، هم ناس اوريدي قاعدين ياخذوا شيء بس نسالهم سؤال، وبسهوله ممكن تحليلها وتقييمها سهل، ممكن تعطيك opinion، تعطيك وضع ناس في مجتمع معين، ايش افكارهم، ايش الامراض المنتشرة عندهم اكثر شيء والى اخره. disadvantage لجروب سايز may be unequal، هذه المشكلة في الكروس سكشنال، ممكن الجروب سايز حقها تكون unequal، مثلا سويت في مجتمع القصيم كروس سكشنال ستدي عشان نشوف نسبة محبتهم مثلا لأكلة الكبسة، وجيت سويت في مجتمع الرياض، طبعا مجتمع الرياض أكبر فقد يكون هنا ان ايكواليتي. كانت مجال للتشينجز لأنه احنا ما حناخذها فترة طويلة، ولا يمكن التشينجز يبغى له أكثر من ميجرمنت بوينتس، احنا هنا وي ميجرت وانس أو ناخذ الاستبيان في نقطة محددة. ايرور داتا كولكشن ممكن يحصل، انت عارف الناس اللي يعبي الاستبيانات كل واحد ممكن يكتب شيء فهمه خطأ، أو في ناس تتعاطف مع موزع الاستبيان فتعبيها مثل ما تقول صدقة لله على أساس أنه يلاقي معلومات مسكين اللي يسوي بحث هذا. similarities with differences، نلاقي أنه الكيس كنترول والكوهورت observation studies approach similar problem، عادة الكيس كنترول والكوهورت هي تخاطب أو تعني بمشكلة متشابهة لكن تمسك من نقطتين. مثل ما قلنا النساء المصابات بالسرطان الرحم سبب كونتراسبتيف، مسكنا الكونتراسبتيف من ناحية الديزيز وتابعناه قلنا ايش كانوا هذول ياخذوا، وبعدين كذا مسكنا
الكونتراسبتيف من ناحية التابلت أو من ناحية الميديكيشن، وتابعناه قلنا إيش ممكن هذا يسبب. يعني أول شيء كان عندهم يتراين كانسر، تابعناهم لقينا أنهم ياخذوا كونتراسبتيف، مسكنا الكونتراسبتيف تابعناهم لقيناهم يطلعوا يوتراين كانسر. فتعتبر هذه أقوى أنواع الإيفيدنس في الأوبزرفيشن. وهذه الدراسات تعطينا سترونجر إيفيدنس واي they are better controlled designed to maximize objectivity. مثل ما قلنا controls prevent investigator from interjecting أو اقحام آرائهم عن حول النتائج. ف that's why يعتبروها من أقوى الدراسات. الفولو اب ستاديز مثل ما قلنا do not use control group, therefore they are they only show an incidence or rate of an event in a given population that has been taken similar medication or exposed to similar environment. هذا يعني من خصائصه. The cross-sectional observation studies are advantageous because they are the simplest. مثل ما قلنا هو عبارة عن استبيان توزعه أو تجري collection للداتا في داتا شيت. Okay, it is the simplest to perform and the most economical. وأرخص شيء في الدراسات.